صرخة من الفردوس في طبعته الثانية شكل صرخة أدبية دوت في أرجاء ملتقى الصابونج الثقافي التي استضافت صاحبة المجموعة القصصية سوسن البيات في العاصمة الأردنية عمان، حيث شكلت حالة جدلية بين جموع الحاضرين. الكتاب يعد واحداً من المجموعات القصصية التي ترمز للحالة السياسية السائدة في وقت بتنا فيه بأمس الحاجة إلى هذا الشكل الأدبي المختلف. أثار الاسم صرخة من الفردوس جدلاً كبيراً في جمع هذه المتناقضتين الصرخة والفردوس، بما أنه الفردوس يمثل غاية السعادة وقمة مراتب النعيم، فكيف توجد هذه الصرخة؟ وتم إسقاط هذا المبدأ أو هذا المفهوم على الواقع العراقي خلال العقود التي نحن واكبناها خلال أعمارنا، رغم عالم التواصل الاجتماعي ووجود المعلومة ووجود الكتب ووجود المنشورات الكثيرة التي لا حصر لها سواء أدبية أو ثقافية أو معلوماتية على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا لا يمنع الحنين إلى القراءة الورقية. رائحة الورق تعطي هكذا اتصال روحي مع الكلمة مع المعلومة، فهي من هنا دعوة أخرى إلى العودة إلى القراءة، إلى الدعوة إلى الأصل. نجد في بيوتنا هذه المكتبات العظيمة الجميلة التي توارثناها من الأجداد، أتمنى كل بيت يرجع يخلي مكتبة في صالة المنزل. وكما أكد الحاضرون والمتذوقون للأدب أهمية كتاب البياتي في التعبير عن الحالة السياسية والأدبية، ناقشوا البياتي وتحاوروا خلال ساعة أدبية حملت عنوانا مهما وهو أهمية الأدب والكتابة ودورها في تنمية ذائقة وفكر المجتمعات. في هذا النقاش والحوار العلمي الأدبي أطلقت الست سوسن صرختها من الفردوس، معبرة عن حبها وعشقها للأرض والحياة، وكذلك صرخة ألم متشاركة مع أبناء غزة في فلسطيننا، وكذلك هذه الصرخة بوبت أيضا بصرخة أمل مستقبلي جميل.